بيقولوا ان الفيروس مناعة الاطفال بتقدر عليه. امال هم ليه منعوا المدارس بقى؟ عشان العيال قرفني. دي رسالة جات لنا يا دكتور، اتفضل. نعم، الإحصائيات العالمية خاصة في مدينة الصين لما حللهم 72,314 حالة لقوا أن الأطفال أقل نسبة، يعني أقل من 9 سنين، أقل من 1% من الأطفال. وحطوا تفسيرات لذلك الموضوع، أن الأطفال عندهم فيروسات كثيرة بتجيلهم طول العام، فبالتالي بيتكون لديهم أجسام مضادة تستطيع أن تقاوم فيروس كورونا، أو أن الأطفال الرئة بتتعامل بكفاءة أكثر من الكبار، نظراً لأن رئة الكبار ملوثة بالتدخين وبالتغيرات البيئية والملوثات، وبالتالي يستطيع الطفل أن يتحمل. الأمر الثالث في التفسير أن الأطفال خدوا تطعيمات ضد الفيروسات مثل الحصبة والضرن وغيرها، وبالتالي عندهم جهاز مناعة يستطيع أن يقاوم الفيروسات. طب ما الكبار خدوا التطعيمات يا دكتور، فندم؟ الكبار برضو خدوا نفس التطعيمات بس من فترة. ايوه نعم، ولكن تاثير التطعيم بيقل بمرور الوقت، بمعنى ان في تطعيمات ممكن تتكرر كل 5 سنين، كل 10 سنين، في تطعيمات تاخد مره واحده في اليوم. دي بعض التفسيرات اللي اعزوا اليها ليه الاطفال اقل في نسبه الاحصائيات. نيجي بقى للسؤال الثاني، طب ليه هم قفلوا المدارس؟ قفلوا المدارس لانها مكتظه بالاطفال والمعلمين والموظفين والعمال، وبالتالي هي بيئة خصبة جدا. ثم الطفل بيقاوم الفيروس، ممكن يلتقط الفيروس وبعدين مع الكحة والعطس كما قلنا ينتقل إلى الآخرين، ثم ينقلوه بعد ذلك إلى المجتمع. هذا أمر في منتهى الخطورة. أول خطوة في بلاد العالم إنها تقفل المدارس وتغلقها وتمنع التجمعات سواء في مدرجات الأنشطة الرياضية أو في الازدحام في أي مكان من الأماكن حتى لا تنتقل العدوى. وهذا الفيروس ينتقل إلى الناس انتشار النار في الهشيم. نعم. فلا بد أن تكون هناك سياسات واضحة في كل دول العالم مش في مصر بس، بمنع التجمعات. وأنا أعجبني أن البرنامج بتاعكم كاتب خليك في بيتك، أيوة. رسالة موجزة للسيطرة على المرض. طيب دكتور، بما أن حضرتك بتتكلم عن أن الأطفال اللي بياخدوا تطعيمات عندهم مناعة أكتر، طيب هل نقدر نقول ان المدخنين هم اكثر عرضه للاصابه بالفيروس؟ نعم، دي نقطة مهمة جدا، بارك الله فيك على هذا السؤال. وأنا أوجه مناشدة في الأول لكل مدخن، دي فرصة أن هو يتوقف حاليا حتى لا يكون فريسة لهذا الفيروس. ومن ضمن التوصيات العالمية لجامعة هارفارد اللي هي أول جامعة في العالم القسم الصحي فيها، بيوصي أول شيء بمنع التدخين حتى نحفز جهاز المناعة ويكون لديك مقاومة للفيروس. النقطة الثانية، كيف يفعل التدخين بجهاز المناعة في الرئة وفي الإنسان ككل؟ إنه هو بيوقف تكوين الأجسام المضادة وبيؤثر على الخلايا التي تلتئم الميكروبات وبيحدث عطب وخلل في الجهاز التنفسي من خلال البلغم الكتير اللي بيتكون، من خلال ضيق الشعب الهوائية وتأثر الدورة الدموية إلى تفاصيل كثيرة. وإنما هنا لابد أن نؤكد ونشير وننصح كل وطني من أولادنا ومن شبابنا ورجالنا للتكرم بالتوقف على التدخين، هذه نصيحة من القلب.